بسم الله الرحمن الرحيم، معكم بالعيد منشقي الناطق الرسمي لعصبة مدينة الدار البيضاء الكبرى لحمام السباق. وحدة الزيارة عند وحدة البطل، بطل بوعنان يوسف، بطل الجمعية البيضاوية وبطل عصبة مدينة الدار البيضاء الكبرى لحمام السباق. فهذه الزيارة اللي تقوم بها أنا وبعض الأبطال كالبطل أزهار ووحدة البطل القادم من مدينة أكادير الأخ كمال كمال الزهيري. ونخليو البطل ديالنا كمال الزهيري شي كلمه للاخ بطل الزهيري، كيفاش كتواجد هنا في مدينه الدار البيضاء في هذا الزياره هذه؟ اولا سماحي كنبغيو نشكروا الاخ يوسف بوعنان على الترحاب ديالو لينا، وكما كتشوفوا حصل لينا شرف اننا نتواجدوا معاه حاليا ونتولوا معاه. تبارك الله بطل معروف، وكنشكروا السي بلعيد هو والاخ ازهار. الحمد لله، نتمنى التوفيق للجميع مالي ان شاء الله. ومرحبا بك هنا في مدينة الدار البيضاء عند الإخوان ديالك أبطال عصبة مدينة الدار البيضاء، ونشوفوا البطل ديالنا بوعنان يوسف اللي غادي يقول لنا شي كلمة، وكيف كتشوف الصديق ديالنا القادم من مدينة ديال أكادير، والاستعدادات ديالك في هذا الموسم الأخ بوعنان. وا سي زهيري الله يعمرها دار، إنسان خلوق من ولع ديال أكادير. الحمد لله جا يزورنا حتى مرحبا به ويشوف البلاعه. ايوا هذا ما كاين، الله يسهل ليه في المشوار ديالو ديال الهوايه. الحمد لله. وكاين شي استعدادات الاخ يوسف بالنسبه لك انت في هذا الموسم هذا؟ هذا ان شاء الله بدينا الاستعدادات ديالنا، وراه هذه هي السنه ديال البروديكسيون، راه بدينا نخرجوا شي بلاد. وناخذوا الكلمه عند الاخ توا ازهر اللي غادي يقول لنا شي كلمه في حق هذا البطل ديالنا كمال الزهيري. والزهيري كمال راه صاحبي، واش نعرفوا دابا شي 3 سنين ولا 4 سنين، الله يعمرها دار صراحه. ومشينا عنده حتى هو تهلا فينا، وبغينا نرجعوا له شويه من داك الشيء اللي دار معانا. وراه الله يعمرها دار، وراه بطل تبارك الله تما في اكادير، وكنتمناو ليه التوفيق ان شاء الله في المسيره ديالو وفي كاع اللي بحالو كيفاش كتشوف المولع ديال المدينه ديال اكادير؟ واش ان شاء الله بدا تحسن عندهم، بدا تحسن هاد السنوات الاخيره، واش تبارك الله راه حتى هما راه كثروا عندهم جمعيات، وبدات فهمتيني بدات كتوسع هاد الهوايه خصوصا تما في اكادير من زكان ايش من اللول في البلايص. وتبارك الله راه تشيرا تبارك الله راه كثر من مولع، وان شاء الله غادي تزيد الاولى على قدام ان شاء الله. ما احسن ما احسن الحمد لله. وناخذ الكلمه بالتدقيق عند البطل ديالنا كمال الزهيري اللي غادي يعطينا شي كلمه كيفاش كاينه الولايه عندكم تما في المدينه ديال اكادير الاخ الزهيري. الحمد لله دابا كما كيشوف الجميع ان الهوايه هذه تطورت في جميع جو المدن ماشي غير مدينه اكادير. دابا المستوى تبارك الله بدا كيطلع، الناس دابا بداو كيقراو كيوعاو كيطوروا الهوايه هذه ماشي كما السابق. دابا الحمد لله راه كما كتشوفوا راه غادي تبارك الله المستوى بدا كيطلع، وكنتمنوا التوفيق للجميع ان شاء الله. الحمد لله. وتنشكرك الاخ زهيري، ولا باس ما ندير واحد الاطلاله في اللوف ديال البطل ديالنا بوعنان يوسف بطل الجمعيه البيضاويه وبطل عصبه مدينه الدار البيضاء الكبرى لحمام السباق. كما كتشاهدوا معنا في الصوره هذا هو اللوف بالنسبه للليرفاج لا برودكسيون، لوف جيد بالنسبه لهذا البطل. الله يسخر، كنتمناو ليها التوفيق في السنه القادمه بحول الله. بعد ما كان البطل ديالنا بوعنان يوسف في راحه مده 3 سنوات يعود الى الميادين ثانيه، وكنتمناو ليه التوفيق والشيء اللي كاين. والله يسخر لك الاخ بوعنان. هذه برودكسيون هذه مالي كونكور. وبالنسبه هذا هو اللوفت بالنسبه للمسابقات، تم الاصلاح ديالو. هذو ديال الفيتاس، هادو الفيتاس، هادو الفيتاس وهادوك ديال لوفون، فيتاس دو ميفون هادوك لوفون. الله يسخر، لوفت جيد بالنسبة لهذا البطل ديالنا بوعنان يوسف، أحد الشخصيات البارزة في هواية الحمام داخل الجمعية البيضاوية، ولما لا عصبة مدينة الدار البيضاء كما كتشاهدوا معنا في الصورة. هذا هو اللوفت بالنسبة للإناث. البطل ديالنا ما مكثرش من الحمام، الحمام قليل ولكن من السلالة الجيدة. والبطل ديالنا بوعنان يوسف كما كان هذا الوقت ديالو تم الإصلاح ديالو مدة واحد الشهر باش يدخل الغمار ديال المسابقات. والبطل ديالنا بوعنان يوسف معروف بالسلالة ديال جوردان. ونخلو البطل ديالنا بوعنان يوسف يتكلم لنا اكثر على السلاله اللي عنده
سلالة جوردان الأخ بوعنان؟ وبالنسبة لسلالة جوردان، هذا جوردان هو هذا اللي تشوفوا له. هذا هو جوردان. ها هو يطلع فوق. هو هذا جوردان. هو هذا. الراس خضراء وباك خضراء. راه باقي تيبغي يفرخ وكلشي. الله يسخره ودا الأخ بوعنان و جوردان هو الأسبيجون. برومي اسبيجون دو فون 2003 هو برومي العيون هو اللي جاب لي ليطاب ديال لو فون دوزيام اسبيجون دو فون دوزيام شوبون دو فون هو بوات ايفني وي بوزاكارني يعني هاد لا ديسوندونس كول اللي جايه من 2003 حتى 2015 الاجازات كلهم هذوك لي ديبلوم لي شتي وداكشي كله راه جايين هابطين من هاد السلاله هاد السلاله ديال جوردان ديال جوردان فيها ايمي ماتير من الاب من الام ديالو ايمي ماتير ومن الاب فيه سبيريت بيشكار ارن سلاله جيده الاخ بوعنان وتتلعب ملاقيتها مع هذيك النسوة اللي والديها برتغاليين جوج اللي تسميها ماريا لي دوزيام اسبيجون دو فون كاترين ايفني ويتيام طانطان تمانار حتى انجازات بزاف هي دارت دوزيام اسبيجون دو فون بعد هو دار برومي هي دوزيام وعاد باش الكوهن في بنسوده دار طوازيام هادو ميتلاقاو هادو اسبيجون مع اسبيجون عطاوني في العيون عاوتاني ويتيام العام الاخر عطاوني ميرلفتي 5400 حمامه هو هذاك راه واحد اللي راه هو حتى برومي في اتحاد عطاوني بوزكاري تروازيام في اتحاد عطاو سماره 2007 بزاف ديال شي 56 ديبلوم خارج من هاد عنده انجازات كثيره والديه خوتو ولادو كيعطيو انجاز مزيان وعلى الذكر حتى السي زهيري راه ميجا قال لي راه كاين واحد الطوبي تمايا ديالي انايا راه فكادير الحمد لله داير انجازات بزاف كبيره وعند السي زهيري كذلك داير انجازات الحمد لله وبالنسبه للاخ ابو عنان هاد السلاله واش كتلعب من الفيتاس الفو ولا غير المسافات الطويله؟ من الفيتاس الفو اون جينيرال اون جينيرال هو تي دابا البيرو تحت فين كنا تصورنا راه تلقى في الفيتاس ضروري جوج بروميرات عندي دومي فون ضروري جوج بروميرات في الفون ضروري بروميير ضروري لي برومي تيكون في الفيتاس دومي فون لي شامبيون ديال الفيتاس ديال دوزيام تروازيام شامبيون ديال دومي فون دوزيام تروازيام شامبيون دو فون برومي دوزيام ف كلشي لان هذاك الدم ديال سبيريس مي تعطي واحد القالب داخلي كبير ومجدع او لا بداعة تيكونوا في الفيت او لا طوابة تيكونوا في الفيتاس والدومي فون مزيان مي تعطي داك القالب صغير ورد في ثلاثة صغار كيعطيو اللفة كيعطيو المسافات الطويلة دابا ولا عطاني بحال هاد اللون هذا هاد البداعة هادو واخا داخلين في البدالة تيكونوا بروديكسيون هادو تلقاوهم 300 400 ما يبانوش وانما دي بروديكتور تيعطيو دفالة وتعطي طوابة مي تعطي هاد اللون يعني بروديكتور لان سبيس كانت لونها بحال ما قلت وشي اللي كاين اصل مبروك عليك الاخ بوعنان ومبروك عليك ومبروك عليك بالسلالات ديالك اللي كتكون بين السلالات القويه داخل المملكه المغربيه وكيناهم عاوتاني هذا العام هذا حتى هو دخل السلالة الاخرين هذه واحد 3 سنين كنا دخلت اوتيلو دي سميت اوتيلو هذا النحاسي هذا شتي هذا هو جوردان مع واحد النحاسيه بنت اوتيلو هذا تا هو دخلنا البروديكسيون تا هو وهذا العام هذا دخلنا الفانديرا بالكوفان ودخلنا جانسن 100% جانسن راه واحد الحمام ديال الفيتاس ديال الفيتاس فانديرا بالكوفان جانسن راكيت ديال صافي ودخلنا في الفون تاني دخلنا واحد الدم واحد اخر تا هو داير الاسم ديالو بروكوم بروكوم ديال براد ديال بوزوبا بيتو سلالة جيدة بهاد بروكوم حققت عدة انجازات في هذا الموسم واحد الطوبي راه مفرخ راه ولادو الفوق البروكوم دخلته ودخلت في سميتو عليه في الفوق جورج كارتوس هذاك الجن ديال الخميم ديال الخميميات هذاك فرير خميمي حفيدو مع واحد جوجة جداد ايميل ماتير هادشي هو اللي جديد في اللوغ ديالي
كيطعم به اللوز عاوتاني نحيو شويه. مبروك عليك الاخ بوعنان، كنتمنى لك مسيره موفقه. شكرا. في الموسم القادم داخل الجمعيه البيضاويه ولما لا عصبه مدينه الدار البيضاء. وشوفوا البطل ديالنا الاخ زهير، شي اخر كلمه بالنسبه لك؟ شي تحيه للاخوان ديالنا في مدينه ديال اكادير في جهه سوس مصدره. تحيه للجميع، تحيه للجميع الاخوان اللي كيعرفوا كما زهيري، باش ما نخلقوا حتى واحد الا الا جيدي جبد جي اسماء هذاك الشيء اللي كاين. تقدم ما بقيت. وكنشكروا الاخ يوسف بوعنان على الترحاب ديالو، الله يجازيه بخير. مرحبا. وكنشكروا الاخ بالعيد وشي اصغر اصغر تا هو النابلسي تا هو راه زرع معنا طونديم ديالي العام الجاي ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. طونديم بوعنان ازهر، وكما كتشاهدوا معنا في الصوره هذا هو اللوفت، اللوفت ديال هذا الطونديم هذا بوعنان ازهر النابلسي. والله يسخر. وبالاسم ديالي بالعيد منتقي الناطق الرسمي لعصبه مدينه الدار البيضاء الكبرى لحمام السباق، هذا كل ما يتعلق من عند البطل ديالنا بوعنان يوسف بطل الجمعيه البيضاويه وبطل عصبه مدينه الدار البيضاء الكبرى لحمام السباق. الى هنا نستودعكم الله، والى اللقاء في مناسبه قادمه بحول الله ومع بطل اخر في امان الله. شكرا.